أوف. الله وكيلك، صار لي ساعة عم نظف الحمام بس ما رح أقدر مسح الشبابيك لأنه تأخرت. أوكي مو مشكلة، بتمسحيه المرة الجاية. عادي كلي لك شي لقمة شاي لساته سخن. والله يا خانوم كتير طيبين، صار لي زمان ما أكلت منهم. شو حبيتيهم؟ في بالبراد على البيتانية، خديها إذا بدك، أنا ما باكل البيتي فور. ويمكن في أشقوان كمان، خدي معك. وشوفي بالفريزر في علبة زبدة، أنا ما باكل هيك شغلات. شوفي شو لازمك وخدي. شو نعيمة خانم، هلا حليلك تنطفي البراد؟ لا مرت عمو ما عم تنطفه، بس قلت لها تاخذ شوية شغلات مشان الأولاد. إيه يلا يا خانم أنا بدي روح. أوكي روحي، سلم إيديكي. لك ما شفتيها كيف فضت نص البراد؟ مو حرام عليك؟ شفقي على هالمسكين. شوفي يا مرت عمو منكسب حسنة، المخلوقة معترة. ها هلا هاي معترة؟ كل شغلة على بعضها مو عاجبني، وعم تاخذ هذيك الحسبة وراحت بدون ما تمسح الشبابيك. نعيمة عم تجي مرتين بالأسبوع مرت عمو، معقول تمسحهم كل ما أجي؟ عم تجي مرتين؟ كل مرة بتاخد 500، يعني بالأسبوع عم تاخد 1000 ليرة، وبالشهر 4000. آه عم تدفعيلها بالشهر 4000؟ والله يا بنت رح تجيبي لي الجلطة. شو بدك يعني أعمل يعني؟ كلهم بياخدوا هيك. وشو فيها إذا أنت عملتي مثل غيرك ونظفتي بيتك؟ سوري منك مرت عمو، أنا ماني متعودة على شغل البيت. بدك يعني أنا أنزع إيدي بالجلي والمسح؟ سوري ما بقدر. صدقتك والله بنتي، احكي هالحكي قدام غيري، فكرك ما شفتك كيف كنت تشتغلي ببيت أهلك. بعدين شفقي على جوزك المسكين عم يشقى طول النهار، وهالمصاري اللي عم تدفعي لها اياهم حطيهم بالبنك، وبعد 3 سنين فيك تشتري فيهم بيت. هيك الكنة والحماية مستحيل يتفقوا على شيء، وخصوصي زيزي وحماتها، كل وحدة فيهم تفكيرها شكل، وحيلا شغلة كانت تعمل بيناتهم مشكلة كبيرة. زيزي مستحيل تقبل حدا يتحكم بحياتها، والست سنية حماية من العيار التقيل.